الو، ايه يا صاحبي، انت فين؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا شويه في البيت؟ انا قاعد لوحدي. والله يا صاحبي انا ورايا مشوار ضروري دلوقتي. خلاص ماشي يا صاحبي، نتقابل بكره. سلام سلام. عيل ند، عامل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ لو كان عندي كمبيوتر كان زماني بلعب عليه دلوقتي. ده ممكن اسمع احمد يونس. فكرة فكرة برضه، ما اسمع أحمد يونس. القصة الثانية. أفكاركم أن أنا جيت لكم النهاردة بمجموعة من القصص الحقيقية والتي يرويها من عاشوها بنفسهم، ويرويها أيضا بعض الشهود ممن حضروا الأحداث ليؤكدوا ما حدث. وقبل أن أستكمل أطلب منكم ألا تجربوا أي شيء من اللي بنحكيه مهما كان الفضول عندك فظيع. وأؤكد أيضا لا يستمع الأطفال، وعادت لتكمل الغسيل مرة أخرى. فيها حاجة دي عادي تمام، ولكن اللي مش عادي إن هي وهي بتكمل الغسيل. حتى كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى. سمعتوا قال لها إيه؟ ولا تسمعوا تاني؟ يا محسن كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى. محسن حس بفزع رهيب، وبدأت تدرك ان الصوت ده مش صوت طارق ابدا. وقفت وقررت انها مش هتكمل غسيل، لان في حاجة، البيت فيه حاجة. البيت دلوقتي في الضلمة وهي بتغسل، والساعة كانت حوالي زي عندنا دلوقتي بعد 2 بالليل، وقاعدة لوحدها، والصوت اللي سمعناه، لا لا لا، في حد جنبك دلوقتي، قصدي جنب محاسن. هنعمل كده النهاردة بقى، أنا هنام. ما تنامش. هنام. ما تنامش. والله لا نام. قلت لك ما تنامش. والله لا نام. في حد هنا؟